عنف مونديال كوريا واليابان لن ينساه الأتراك، وتحدث فيه كل المشرق، المشرق العربي ومشرق ومشرق أوروبا عن أداء هذا المنتخب التركي في تلك البطولة العالمية. آخر هجومات ترابزون أقولها، الكرة جوستافو كولمان، ماذا جوستافو كولمان يسدد ويسجل، أنت الفائز، الكأس، كأس الزراعات التركي لمدينة ترابزون. أنهي هذا الختام في هذه المباراة أقولها، كأس الزراعات التركي لفريق مدينة ترابزون سبور، لفريق مدينة ترابزون. ترابزون سبور هو البطل، لاعب ترابزون تذهب إلى جماهيرها، لاعب ترابزون تذهب إلى جماهيرها لتحتفل بلقب هذا الكأس. هدف قائل قاتل، هدف في الوقت الإضافي، في الوقت البديل، تقريبا 3 دقائق وقت بديل، جوستافو كولمان ينهي أحلام الفنر ويواصل كذلك جفاء سوري، جفاء فريق الفنرباتشي. 27 سنة لم يتحصل فيها الفنرباتشي عن كأس، وهذا السنة هي الموسم 28 بالنسبة للفنر. يبقى الكأس يا الفنر بعيدا عن أحلامك، يبقى الكأس يا فنر بعيدا عن، يبقى الكأس يا فنر ليس من طموحاتك وليس من حقوقك يا فنر، تعبت عليه كثيرا، وصلت في الموسم القادم إلى النهائي، ووصلت في هذا الموسم كذلك إلى هذا النهائي ولم تتحصل على كأس. أكيد جماهيرك ستبكي كثيرا، تكبدت هذا السفر رحلة كبيرة وطويلة وبعيدة من مدينة اسطنبول لغاية مدينة أورفا، ولم تتحصل ولم تسعد ولم تفرح بهذه الكأس. وجماهير ترابزون التي تنقلت من شمال شرق تركيا إلى جنوب شرق تركيا لمدينة أورفا تسعد في هذه اللحظات، جماهيرها تعرف بما يسمونه الكريزي أو ديلي باللغة التركية، المجانين، المجانين اليوم فازوا بلقب، لقب كأس الزراعات التركي في هذه المباراة، وتنفس السعداء فريق ترابزون.